دوره مهم جدا مش بس دلوقتي ولكن في الفترات اللي جايه ومن زمان، ولكن لما كترت القنوات الفضائيه يعني اسمحوا لي جدا اقول انه الاعلام بقى مهنه من ليس له مهنه. مش بحس بس انه العيب على اصحاب القنوات الفضائيه اللي بيبقوا عايزين يعملوا شو او ضجه اعلاميه، بحس انه العيب علينا ان احنا اللي بنقعد واحنا اللي بنتفرج واحنا اللي بندي اهميه زياده عن اللزوم لهؤلاء الناس الغير وطنيين الغير صادقين والغير مهنيين. مهنة الإعلام ليها طقوس وليها يعني تفاصيل حاجات خاصة جدا جدا ودقيقة ما ينفعش أبدا حد يستهين بيها، فإحنا ليه ندي فرصة لهؤلاء إن هم ياخدوا حجم أكبر من حجمهم؟ عشان كده إحنا مهم جدا إننا نركز، وخصوصا في الوقت اللي فيه إرهاب. الإرهاب مش إرهاب بس من ناحية السلاح أو الناحية العملية، لا، الإرهاب إرهاب فكر وسلوك وثقافة. إزاي هنقدر نتصدى لده في الفترة اللي جاية، وإزاي نقدر نقيم مين اللي نسمح له إنه يدخل بيتنا عن طريق شاشات التلفزيون؟ تفاصيل كتير طبعا هنعرفها أنا وزميلي عاصم مع ضيفنا الأستاذ الدكتور رمضان الحضري، أديب وكاتب. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي أن أقدم لكم التحية الطيبة لقناتكم قناة مصر الزراعية. هذه القناة التي تتميز باللون الأخضر وتتميز بالوجوه الحسن، ولم يتبقى إلا الماء كما قال النبي ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. وأظن أن قناتكم قناة مصر الزراعية ستكون مثالا للشرف الإعلامي ولميثاق الشرف الإعلامي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها تضع يدها على الجرح الأساسي، وهو أن مصر طوال تاريخها من بدئه وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إلى السادة المشاهدين، ومصر هي مخزن لغلال العالم من أوله إلى آخره. اسمحي لي أن أقول لكم أن شمس الله حينما أشرقت على هذا الكون لم تجد من يستقبل ضياءها سوى وجه الإنسان المصري. فقدر الإنسان المصري أن يكون أستاذا للبشرية حتى في أحلك الظروف. نحن يا سادتي، ومن قناتكم هنا نعلن، نحن يا سادتي نعلن للعالم أجمع أن أول إنسان علم الناس الاتحاد كان مصريا وهو مينا نارمر، وأول إنسان علم الناس التوحيد كان مصريا وهو إخناتون، وأن أول إنسان علم الناس كيف يضحون بالغالي والنفيس كان مصريا، حتى أن لقب الجند المجهول الذي أطلقته أوروبا كان لقبا على جندي مصري ذهب ليحرر فرنسا من النازية عام 1915. فاسمحوا لي أن أقدم لكم التحية باسم كل المصريين الذين يعرفون قدر مصر الزراعية. شرفينا يا فندم، وتحياتي لحضرتك، وبشكر حضرتك جدا على المقدمة الجميلة والرائعة من حضرتك، وطبعا يعني شيء مشهود منك ده أكيد يا فندم. نتكلم عن ميثاق الشرف الإعلامي ودور الإعلام بشكل كبير جدا. أعتقد من ثورة 25 من يناير الكثير استغل الإعلام، هناك من استغل سبل وسائل الإعلام المختلفة والمتعددة للصالح العام، وهناك أيضا من استغلها لتضليل الصالح العام واستخدامها كوسيلة بشيء يعني أكبر مما هو يستخدمه الإرهابيون. ولكن حضرتك كإعلام وأديب في نفس الوقت، كيف ترى دور الإعلام في هذه الفترة الراهنة؟ وهل أنت كشخص يعني إعلامي راضي عن الأداء الإعلامي الذي يقدم الآن على شاشة الفضائيات، وتحديدا من يدعون أنهم إعلاميين ويلوثون الرأي العام ببعض الآراء المتطرفة وبعض الأفكار الخاطئة، وبما لا شك فيه طبعا بتصب في يعني صالح المشاهد بالخطأ، أو بتصب في صالح المشاهد بالعدوانية، أو توليد بعض التوترات أو بعض الأفكار السلبية؟ بشكل عام كيف تقيم الأداء الإعلامي في هذه اللحظة، وما هو الدور الأمثل للإعلام المصري الوطني ذو الرسالة الواضحة في المرحلة القادمة؟ نعم، يبدو أن هناك أناسا كثيرين قرأوا معجم اللغة وهم لا يعرفون معظم المفردات فيه. نعم، فكلمة الإعلام في حد ذاتها من مفردة أعلم،
وأعلم أي نقل علما. نعم. ونقل العلم يشترط فيه الأمانة ويشترط فيه الصدق ويشترط فيه عدم تدخل الذات، بل هو نقل حادثة معينة. أما حينما أريد أن أوجه إنسانا فلا بد أن يكون عندي ما يمكنني أن أقدم به. نعم. ولكن ما نراه الآن من الضجات الإعلامية الكاذبة وهي بشكل سفيه للغاية، فتجد إعلاميا أو هو يسمي نفسه كذلك، أو تجد من يسمونه إعلاميا وهو يعمل ضد وطنه، لأنه يذكرني بذلك العنين، الرجل الذي لا ينجب، حينما تزوج امرأة عفية فحملت سفاحا، هو يعلم أنه لا ينجب، فلما أخبروه أن زوجته قد حملت سفاحا فرح مع الذين يفرحون. نعم. لأنه نسي الكلمة الأساسية في معجم لغتنا العربية وهي كلمة الشرف. الإعلام يا سادتي هو كلمة أولها شرف وآخرها شرف. إن الذي نشاهده على القنوات الفضائية لجلب الإعلانات ولجلب المكاسب المادية إنما هم أناس يهرفون بما لا يعرفون، لأنهم رضوا بالحياة الدنيا، يريدون أن يرتقوا وأن تعلو مناصبهم على دماء غيرهم. إنهم يكذبون، منهم من كذب على الله فأخرج بعض القنوات الدينية وهو لا يصلح في دين الله طالبا للعلم، لأن طالب العلم في دين الله لا يزاحمه طلب دنيا. حينما أريد أن أكون طالبا للعلم لا أنشغل بالدنيا مع انشغالي بالعلم، بل يجب علي أن أكون متفرغا. الإعلاميون في هذه الأيام طيب النية، بعضهم طيب النية، ولكنه يقول ما يمكنه لا ما يجب عليه. بمعنى أنني أريد أن أقدم للسادة المشاهدين دائما أمثلة لأقرب لهم الحالة. يذكرون الإعلاميون في هذه المرحلة بالتحديد بذلك الرجل الذي وقف تحت عمود للإنارة في السحر الأعلى من الليل، وهذا الرجل يبحث عن مفتاح بيته، فلما مر عليه رجل قال له عما تبحث؟ قال أبحث عن مفتاح بيتي. قال أوسقط منك هنا؟ قال لا، سقط في الشارع المظلم. ولما تبحث أنت هنا؟ قال لأن المكان هنا مضاء، أما الشارع الآخر فهو مظلم. فهو يبحث حيث يمكنه أن يبحث، والصواب أن يبحث حيث يجب عليه أن يبحث. الإعلاميون الآن يبحثون عن الوجوه الكاذبة، الوجوه صاحبة الصوت، يعني يستضيف رجلا كان يسمي نفسه أو كان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وهو يكذب، أخذ أموالا من صدام حسين، وأنا أريد أن أرفع عنكم الحرج ولا أذكر أسماء، أخذ أموالا من صدام حسين بشيكات، وأخذ أموالا من القذافي، وأخذ أموالا من بشار الأسد، ثم يمدحهم في بلادهم ثم يأتي ليزمهم هنا. هؤلاء كثيرون، لماذا يروجون وفي هذه الفترة بالتحديد من تاريخ مصر؟ هو ده دكتور اللي عايزين نعرفه، بس أنا اسمح لي أقول لحضرتك حاجة. دعيني أذكر السادة المشاهدين بمعلومة مهمة جدا. علينا أولا أن نعرف كيف يدبر الأعداء لمصر. لابد أن أذكر السادة المشاهدين بأن البروتوكول 18 والبروتوكول 12 من بروتوكولات حكماء صهيون، تحدثت أنا عن هذه البروتوكولات أكثر من 30 حلقة في فضائيات خارجية، وبعد أن انتهى اللقاء أنكروا أن هناك ما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون، لأننا ضربناهم الضربة القاضية وفضحناهم على مستوى العالم. وده يا دكتور اللي متوقع منا، بس اسمح لي في البداية أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. أنا غيرانة جدا جدا على التلفزيون وعلى الإذاعة المصرية إننا بنفتقد لشياكة الحوار.
واسمح لي ابدي اعجابي بطريقتك وبلغتك العربيه المظبوطه والدقيقه. مش بقول ان كل المذيعين او كل الضيوف يطلعوا يتكلموا باللغه العربيه وبطلاقه زي حضرتك، وطبعا هو لو في ولو ممكن يبقى يا ريت، ولكن على اقل او ابسط الامور او اضعف الايمان زي ما بيقولوا، اننا نكون راقيين ومهذبين في اسلوبنا، والاعلاميين يتحلوا بصفات الاخلاق ويعرفوا يفصلوا كويس قوي ما بين لغه التلفزيون ولغه الاذاعه واللغه اللي ممكن نستخدمها يعني في الشارع او في اي مكان. كتير من الاوقات طلعت اتكلمت على مذيع الاذاعه، اكيد حضرتك بتسمع المذيعين وقد ايه بقوا بيتكلموا بلغه وبالفاظ اسمح لي اصفها انها مسفه ان صح التعبير وغير لائقه وما فيهاش شياكه وما فيهاش رقي. ولما تيجي تنقد ده يجي يقول لك اصل احنا بنتكلم بلغه الشباب. اعتقد ان الاعلام الناجح والمذيع الناجح هو اللي يعرف يخاطب كل الفئات. صحيح هو مفروض يبقى موجه لطبقه معينه، يعني احنا هنا في مصر الزراعيه بنتكلم بالدرجه الاولى مع المزارع، ولكن لو شافني حد دبلوماسي او وزير او سفير او شافني حتى غفير هيستوعب الكلام مننا ويعتبر ان هو كلام راقي. تقييم حضرتك للنقطه دي ازاي؟ ونقدر نتحول من هذا الشكل الرديء للاخلاق الحميده والمجيده اللي هو ده تاريخنا زي ما حضرتك ابتديت تتكلم عن مينا وعن التاريخ بتاعنا الطويل. يعني يبدو ان سؤالك يحتاج إطالة أكثر من سؤال زميلك الإعلام المقدم الأستاذ عاصم. حينما نريد أن نكون إعلاميا صادقا ومثقفا ونزيها ويجيد لغته، هذه ليست بالمصادفة، ولا آتي بإنسان من الطريق لأجعله إعلاميا. الذي يحدث كما تفضلت أنت في تقديمك أنك قلت أن الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له، يعني كثيرون يأتون ويطرقون باب الإعلام ثم يدخلون كإعلاميين وهم لم يتعلموا معنى الإعلام. الحقيقة أن هناك خلفيات للإعلام المصري والإعلام العربي بشكل عام أريد أن أذكرها وأعلنها الآن من على قناتكم. أولا، استطاعت الصهيونية العالمية أن تجعل التبشير بالنصرانية والمسيحية على المنهاج الصهيوني، واستطاعت الصهيونية العالمية أن تجعل الدعوة للإسلام على المنهاج الصهيوني، واستطاعت الصهيونية العالمية أن تجعل الإعلام والتجارة والاقتصاد والسياسة على المنهاج الصهيوني. ولذلك كان هذا نتاجه أن تغيرت الحياة وأصبحت مشكلات كثيرة، كل هذه المشكلات مرتبطة بالسياسة وبالاقتصاد. وأنا أريد أن أرجع إلى نقطة لأعلم ولأعلم الناس ولأعلم السادة المشاهدين أن المخطط لا زال ساريا حتى الآن، يقولون في بروتوكولاتهم في البروتوكول ال 18 والبروتوكول 12 لابد أن أهيج مصريين على مصريين، هذا هو النص حتى يحفظه الناس. لابد أن أهيج مصريين على مصريين حتى يقتل المصريون بعضهم بعضا، حتى يأكل السيف من لحم المصريين حتى يشبع، ويشرب السيف من دم المصريين حتى يرتوي، ولا بد أن يجف النهر وأن تساق عذارى مصر أسيرات ذليلات إلى جلعاد في إسرائيل. هذا هو النص حرفيا في بروتوكولات حكماء صهيون. وأن تصبح أغاني مصر مراثية، وأن تصبح أفراح مصر مآتمة. هذا هو الذي يروجون له، يروجون له من خلال إعلامهم. حينما يأتون بإعلامية تتحدث عن الجن وتتحدث عن الجنس وتتحدث عن المال وتتحدث عن كذا وتترك مشكلات الوطن الأساسية، حينما يأتون بشيخ هو يهرف بما لا يعرف وكل ما يملكه شقشقة من البيان أو سجعا من سجع الكهان حتى يعلم الناس أو يخبر الناس أو يظهر للناس أنه عالم في الدين، فإذا به يبتدئ بكلام الله الحق وبعد ذلك يبتدئ بحديث المصطفى الصدق
وبعد ذلك يقول هو ما لا علاقة له لا بالكتاب ولا بالسنة، فيظن الناس أن هذا عالما، وهو منتشر على قنوات متعددة، وأستطيع أن أحصر لكم الأسماء، أو يأتون برجل يمسك سلسلة ويدور في الاستوديو ويقول إن الله يجب علينا أن نقول ميرسيه يا رب، وأن نقول ثانك يو يا رب، وأن نقول كذا. هو لا يعرف أو لا علاقة له بالدين، ولكنه رجل مدفوع بالأجر ليخبر الناس أن هذا هو دين الله. وأنا أعلنها على الملأ لكل السادة المشاهدين من المسيح من المسيحيين ومن المسلمين ومن اليهود الملتزمين المنضبطين بمنهاج موسى عليه الصلاة والسلام، يا سادتي، إن دين الله جل في علاه إذا كان يهوديا أو مسيحيا أو إسلاميا فإن الله لم يرسل رسالاته على أنبيائه، لم ينبئ أنبياءه، ولم يرسل رسله إلا على أصلين اثنين فقط، الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن نعبد الله بما شرع الله لا بما يقول غيرنا. وأننا لابد أن نعلم أن الله حينما أرسل رسالته وأنزل كتبه على الناس على الأنبياء يعلم الله بعلمه اليقيني والحقيقي أن هذا الدين مطلوب من العامي ومن المزارع ومن العالم ومن الغني ومن الفقير ومن ضعيف العقل ومن الذكي، فما كان على الله إلا أن ييسر الدين للجميع. ولذلك يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة، إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، أي أن كل اليسر في هذا الدين. الذين يريدون أن يرهبوا المجتمع بالعمامات أو بطقوس المسيحيين أو بغيرهم، أقول لهم يا سادتي ارحموا عباد الله، إن الله حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قال له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكان الله يقول لهم دائما يسألونك عن كذا قل كذا في 48 آية، ولكنه في هذه الآية يقول له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي أن العبد مجرد أن يقول يا رب فلا بد عليه أن يتيقن يقينا أن الله يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره ويعلم علانيته، ولا أحتاج لشيخ لكي يرفعني عند الله، ولا أحتاج لنبي لكي يتوسط بيني وبين الله، إنما الأنبياء نبأهم الله ليخبروا الناس بما فرض عليهم، والرسل أرسلهم الله ليخبروا الناس بماذا أمرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن كل أمرا أو كل استفهام أو كل خبر يسبقه قول مولانا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم كذا. فبعد قول الله يا أيها الذين آمنوا يأتي إما خبر أو نهي أو استفهام، والخبر والنهي والاستفهام لابد أن نعلم الذين يدعون الدين الأمر والنهي والخبر، هؤلاء هي العقود بين الرب الجليل وبين العبد الذليل، هذا هو عقد الحياة الأساسي بين الله جل في علاه وبين العبد. فإذا أمر الله بأمر فما على العبد إلا أن يقول سمعت وأطعت، وإذا نهى الله عن نهي فما على العبد الذليل إلا أن يقول سمعت وأطعت، وإذا أخبر الله بخبر فما على العبد الذليل إلا أن يقول آمنت وصدقت. نعود مرة أخرى لنطاق الحوار الخاص بالإعلام، ويمكن دكتور رمضان من بعض السلبيات
بشكل كبير جدا في العديد من الفضائيات الآن، وهو اتخاذ مقدم البرنامج للحلقة ومضمون الحلقة مش بس أن يكون هناك مضمون أساسي والرسالة الإعلامية، ولكن استعراض لإما في السؤال بالإطالة في السؤال أو عرض بعض المعلومات، وأعتقد ده غير مقبول ولا ينص بأي صلة للمنهج الإعلامي وصاحبه ما درسناه يعني في وسائل الإعلام. ولكن يمكن شرفت أن يعني درست على إيد فطاحية الإعلام زي محمود سلطان وخلافه والدكتور عباب التاي، يعلمونا خير الكلام ما قل ودل. فأنا بالضبط كده، فأنا أقول لحضرتك من أصدقائي خير الكلام ما قل ودل، كيف تقيم الأداء الإعلامي من قبل مقدم البرنامج اللي لابد أن يتخذ في المقام الأول والأخير الرسالة الواضحة اللي وصلها المشاهد من خلال الضيف وانعكاس ذلك على المشاهد، وكمان وسائل الإعلام بشكل عام اللي هي بتركز بشكل كبير جدا على السياسة دون التنوع. هناك الكثير من المرافق، كان عندك مفروض يكون في تنوع، برامج سياسية، برامج اقتصادية، برامج ترفيهية، برامج فنية وخلافه. يمكن احنا قناة مصر الزراعية في الأول بنقدم للمشاهد الزراعي، ولكن برضه بنحرص على التنوع. تقييم حضرتك لكل هذه الجزئيات وتعليقك كيف؟ الذي يحدث الآن من السادة الإعلاميين سواء محاولة الاستعلاء أو ما نسميه الاستعراض يا فندم في السؤال بشكل كبير والكلام ده، يعني أنا أسميه الخيلاء الإعلامي. الخيلاء الإعلامي، وهذه الخيلاء غالبا ما تكون كاذبة. لابد أن يكون الإعلامي، أو أرى أن الإعلامي إنما هو مؤسسة فكرية. هذه المؤسسة تراقب عجلة سير المجتمع، هي التي تصف كيف يسير المجتمع، وفي اللحظة المحددة يستطيع الإعلامي أن يوجه المجتمع. النتائج واضحة، لا تحتاج إلى دلائل، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الشتم في الشوارع والسب والضرب والفرقة بين الأسر، كل هذا نتيجة لمشاهدتنا للإعلام. معصية البنت لأمها، معصية الابن لأبيه، الخلافات الأسرية، المشكلات في الشوارع، تعطل المصالح الحكومية، عدم عمل المصالح الحكومية، المؤسسات الحكومية التي لا تعمل بالعقد الذي بينها وبين الحكومة، كل هذا نتيجة ذلك التوجه الإعلامي. حينما أرى مذيعة من المذيعات وهي تأتي لي بشيخ ضال وكاذب ولا يتحدثان إلا عن الجنس والمال، ليس هذا من ثقافة المجتمع المصري والعفاريت. حينما يأتي إنسان ويأتي لي برجل لا يعلم أو لا يستطيع أن يحسب 1+1=2 ويقول له تحدث في الاقتصاد، فيقول الرجل ويظن الناس أن هذا علما والحقيقة أن هذا تضليل. حينما يأتون برجل سياسي وهو في أصله كاذب ومرتشي على أساس أنه واجهة للمجتمع، حينما يأتون براقصة لتتحدث في الدين، الحقيقة أن الإعلام أو بعض الإعلاميين أو أكثر من 50% من الإعلاميين، وخاصة في القنوات الفضائية التي تدعي أنها قنوات لرجال أصحاب أعمال أو رجال أعمال، هذه القنوات الخاصة إنما في معظمها قنوات للتدليس. أعلنها للمرة المليون، معظم القنوات الخاصة في مصر والتي تبث على النايل سات معظمها قنوات للتدليس، ومعظم الذين يتحدثون فيها هم يهرفون بما لا يعرفون. صحيح. ولا يستطيع واحد منهم أن يقيم جملة أو أن يقيم دليلا. صحيح. ولكنه هو يتكسب بلسانه في حق ليس من حقه، هو يعتدي على الأعراب، يعتدي على المنشآت، يدعو لمظاهرات، يدعو للكذب، يدعو للخيانة، يدعو للتصديق بما يحدث من الجن، يدعو الشيوخ الجهلاء الذين لا علاقة لهم بالدين، لم يستدعوا أبدا عالما ثبتا في حياتنا. والحقيقة هناك مشكلة هم لا يعرفونها، وأريد أن أطرحها من خلال قناتكم. أستاذن حضرتك قبل ما نتكلم كمان ونستعرض المشاكل بشكل كبير، إحنا دايما بنعود مشاهدينا هنا في مصر الزراعية إننا على قد ما بنركز على السلبيات برضو بنقول إيجابيات، وفي إيجابية حلوة قوي
حضرتك وكتير من المثقفين والأدباء قائمين عليها، وهي حملة أسلحة البيان لطبعا الدفاع عن الأوطان. والحقيقة أن أنا كنت شرفت بالحديث عن هذه الحملة هنا قبل كده في اللون الأخضر. ادينا فكرة تانية برضو عن الحملة، وعايزين نفكر مشاهدينا بيها. وبنقول يا جماعة والله العظيم زي ما في سلبيات عندنا كتير من الإيجابيات، وياريت لو كل واحد أو كل مذيع في برنامجه اتكلم عن حاجة إيجابية في وسط السواد ده، يبقى عندنا نقطة بيضة واحدة، أكيد الدنيا هتختلف تماما. ومن ضمن النقط البيضاء طبعا الحملة بتاعت حضراتكم اللي هي أسلحة البيان. المشكلة يعني أن شهادتي لهذه الحملة مجروحة لأنني مدير الحملة. أيوة. يعني أنا مدير حملة أسلحة البيان للدفاع عن الأوطان، ويشترك معي شاعر العروبة الشاعر الكبير ياسر فريد. حينما رأينا أن الإعلام بهذا الشكل، صحيح، وأن هناك صالونات كاذبة، صالونات أدبية أو هم يسمونها صالونات أدبية، وأن هناك الجماعة الإرهابية تخترق المجتمع المصري، تخترق اتحاد الكتاب، وتخترق وزارة الثقافة، وتخترق المجلس الأعلى. نحن لا نملك حياء في الدفاع عن الوطن أبدا. الوطن هو حياتنا، وطننا يا سادتي، وطننا هو دماؤنا، وطننا أغلى من أبنائنا. أنا لو فقدت ابني يمكن أن أجد ابنا غيره، لكنني لو فقدت وطني، أيها المصريون، أيها المصريون جميعا، أنت لو فقدت ابنك يمكن أن تجد ابنا آخر. أنت تستطيع أن تجد البنوة حتى في ابن جارك، ولكنك حينما تفقد وطنك لن تجد وطنا آخر. نعم. اسألوا الدول المجاورة لنا، اسألوا كل الدول. المصري هو الإنسان الوحيد الذي لا يشعر بالأمان إلا في وطنه، حتى لو كان وطنه وطنا محتلا. المصري لا يهاجر، المصري لا يصلح أن يكون لاجئ، لأن مصر هي أم الدنيا يا سادتي. لا يصلح أبدا للمصري أن يهرب من بلده إلا في حالة واحدة، أن يكون خائنا. المصري الذي يهرب من بلده هو إنسان خائن فقط. الذي يهرب من بلده. ولكن المصري، ولذلك شيء عجيب، يعني حديثكم لا أمل منه لأن أسئلتكم في منتهى الروعة. ربنا يخليك. شيء عجيب جدا، حينما تسألي الأوروبي أو الأمريكي من أين أنت، يقول لك أنا من شركة كذا تبع شركة كذا. حينما تسألي العربي من أين أنت، يقول لك أنا من قبيلة كذا. لكن حينما تسألي المصري من أين أنت، يقول لك أنا من المنصورة، أنا من أسيوط، أنا من الزقازيق، لأنه مرتبط بالمكان. هو مرتبط بالمكان، لا يرتبط بعائلة، لا يرتبط بعمل، لا يرتبط بأي شيء. يعني إذا سألت الأستاذ عاصم من أين أنت، سيقول لي أنا من المكان الفلاني. لن يقول أنا من قناة مصر الزراعية، أو لن يقول أنني تبع التلفزيون المصري. سوف يقول أنا من بلد كذا، لأنه من سوهاج، لأنه مرتبط ببلده. فالمصري الوحيد على مستوى العالم الذي يرتبط ببلده، لا يرتبط بعمله، لا يرتبط بأسرته، لا يرتبط بقبيلته، لا يرتبط بشركته، إنما هو مرتبط بأرضه. ولذلك أجمل القنوات قناة مصر الزراعية. لماذا؟ لأنها قناة مرتبطة، صحيح، بالأرض. يعني أنا كثيرا لا ألبي الدعوات، لكن حينما أعلم أن هناك مصر الزراعية لابد أن أسارع، لأنها القناة المرتبطة. حضرتك نورتنا بوجودك. شهادة يا فندم، نعتز بيها ونشكر حضرتك جدا. نتمنى يا رب كل القائمين على الرسائل الإعلامية ينتهجوا نهج حضرتك في تقديم الرسالة الواضحة، الرسالة الشافية، أن يكون هناك فعلا ميثاق شرف إعلامي يلتزم به كل القائمون على هذه المهنة اللي في المقام الأول والأخير تحمل ضمير، ضمير قوي، نحن نقدم به كل المعاني الصادقة التي تحمل السلام والأمن والمحبة والوئام والتعامل الحسن، وأيضا العمل البناء للسادة المشاهدين. نتمنى في الفترة القادمة أن يكون
يكون هناك نقابة إعلاميين تحتضن آلاف الإعلاميين المحترمين المحبين لهذا الوطن، وتستطيع هذه النقابة تلبي رغبات أعضائها وأيضا تنتقي من يمثل الإعلاميين أمام المحافل الدولية. إذن نحن الآن أمام يعني خيار صعب جدا في هذه المرحلة، إما أن ننتقي من نستطيع أن نشاهده حتى نستطيع أن نستشف من خلاله هو محب لبلدي. لديكم الكثير من الإعلاميين المحترمين، ونتجنب يعني رجاء خاص من قبل القائمين على هذه القناة، قناة مصر الزراعية، حينما نتفرج على قناة لابد أن نشعر من داخلنا بالطمأنينة لمن يقوم على العمل الإعلامي داخل هذه القناة بوطنية أم لا. ولكن الشعب المصري عظيم بطبع، الشعب المصري أصيل بطبع، وأيضا الشعب المصري ذكي بشكل كبير جدا، يستطيع أن يميز من هو الذي يحب الوطن بصدق وإخلاص. نتمنى رب كل التوفيق لإخواننا الإعلاميين وأهلنا إن شاء الله في المرحلة القادمة، وأن يكون هناك رسالة إعلامية واضحة صادقة للجميع. بشكر حضرتك جدا في هذا اللقاء ضيفي العزيز الدكتور رمضان الحضري، الأديب والكاتب الكبير، وأيضا الزميل الإعلامي المبجل وأستاذ كلنا. شكرا لك يا فندم وشرفتني، وتحياتي لحضرتك. شكرا. احنا هناخد مشاهدينا ونروح لفاصل يا عاصم، ونرجع مرة تانية بعد الفاصل، انتظرونا عشان ثاني فقراتنا الحوارية، ولكن بعد الفاصل.